في مباراة أظهرت فرق الإمكانيات الواضح بين الفريقين، قدر بايرن ميونخ يعمق جراح برشلونة مرة تانية بعد ما فاز عليه في الكامب نو 3-0. مباراة أدارها ناجلسمان بوعي كبير كان كافي لمنح الفريق وصدارة المجموعة الخامسة. بقيادة مديره الفني رونالد كومان بدأ برشلونة المباراة ب 3-5-2. الناحية التانية بدأ بايرن بقيادة جوليان ناجلسمان المباراة ب 4-2-3-1. بايرن بدأ المباراة بالضغط بكتلة عالية ب 4-4-1-1، فكان ليفاندوفسكي بيضغط على واحد من قلوب الدفاع في الوقت اللي بيراقب فيه مولر بوسكيتس لحد ما يتأكد انه قافل عليه زاوية التمرير، فيبدأ عندها يصعد لخط الضغط الاول مع ليفاندوفسكي علشان الشكل يكون 4-4-2. ناجلسمان استخدم اسلوب ضغطه المفضل بتحريك الكتلة على حسب اتجاه الكرة، فكان هدف بايرن واضح، اجبار برشلونة على التمرير نحو الاطراف ثم الضغط هناك بحد اكبر عن طريق استخدام شكل مربع. فبعد ما موسيالا يتأكد انه بيضغط على جارسيا بشكل قطري وهو قافل مسار التمرير نحو العمق، بيتم توجيه جارسيا للتمرير نحو ألبا. وقتها بيصعد بافارد فورا للضغط على ألبا، في حين ان اوباميكانو بيسقط مع ديباي وكيميتش بيكون قريب منه لوضع المصيادة في الوقت اللي موسيالا بيقفل مسار التمرير الخلفي ناحية جارسيا. في الجهة التانية من الملعب بايرن كان بيتعمد ترك مسار تمرير مركزي ناحية لاعب وسط برشلونة علشان يستغل قدرات جوريتسكا وكيميتش على قطع الكرة وبدء التحول. فأثناء ضغط ليفاندوفسكي على بيكي كان ساني بيقف بزاوية معينة بين الاستعداد للضغط على أراخو في حالة التمرير ليه والاقتراب من لاعب وسط برشلونة وحصاره هناك، فإذا استلم لاعب برشلونة الكرة هيتم الضغط عليه بقوة وبدء التحول. وإذا مر اللاعب برشلونة الأقرب زميل له من خط الوسط، فبايرن بيكون سايب مساحة كبيرة في جهة الشمال علشان يوجه لاعب برشلونة للتمرير هناك، ووقتها بيكون ديفيس مستعد للتدخل معتمد على سرعته الكبيرة. أما ضغط برشلونة فكان بيتم باستخدام كتلة متوسطة ب 5-3-2، وكان هدفهم الضغط بقوة أكبر على خطوط الجانبية. الضغط بيبدأ لما ديبي وديونج بيضغطوا على قلوب دفاع بايرن، وبمجرد ما الكرة توصل لظهير بايرن بيسقط ديبي عشان يراقب كيميتش، وبتصعد الوينج باكس عشان تضغط على الأظهرة، لكن بايرن كان بيقدر يخرج من الضغط. الحاجة التانية اللي ساعدت بايرن على الخروج من ضغط برشلونة كان التحرك اللعيبة بدون كورة وتبديل أماكنهم بشكل ممتاز. أثناء الاستحواذ شكل بايرن كان 2-3-5، فكان كيميتش وحيد في الدايرة على نفس خط الأظهرة، في حين إن الخماسي الأمامي متمركز في 5 مرات رأسية. ناجلسمان كان هدفه البحث عن المساحات في دفاع برشلونة اللي كومان حاول يخليه مكافئ عددية لهجوم بايرن، وبالتالي الحل في استغلال نظام برشلونة الدفاعي اللي بيعتمد على دفاع المنطقة المكلف بالمساحات، بمعنى ان كل لاعب مكلف بمساحة معينة بيحميها. علشان كده كان بيحصل تبادل مستمر بين لاعيبة بايرن، ما بين لاعب بيسقط علشان يسحب معاه لاعب من برشلونة ولاعب بيتحرك عمودي في المساحة اللي سابها لاعب برشلونة. لكن رغم كده فالفريق ما نجحش في تحقيق الاستفادة القصوى من الفكرة بفضل تغطية لاعبي وسط برشلونة للمساحة في احيان كتير. الناحية التانية برشلونة كان هيكله 3-1-4-2 اثناء الاستحواذ، واللي ما حصلش بنسبة كبيرة اثناء المباراة نظرا لعدم قدرة الفريق على الخروج من ضغط بايرن. لكن في اللحظات القليلة اللي قدر فيها برشلونة يعمل ده كان السبب حاجتين. السبب الاول هو تحرك بدري وقدرته على الاحتفاظ بالكرة، فمع ضغط بايرن وحصاره اللاعب برشلونة كان بدري هو اللاعب الوحيد اللي اولا يقدر يستلم في وسط الحصار ده ويمرر الكرة، وبالتالي ده كان بيخلق مساحة بين خط وسط ودفاع بايرن كان قادر ديبي يسقط فيها ويستلم تمريرته، وثانيا يتحرك من الشمال لليمين عشان يسحب معاه جوريتسكا وبعدها يستلم الكرة ويبدأ في سحب كيميتش عشان يخلق مساحة لزمايله. السبب التاني كانت الكرات الهوائية القليلة اللي قدر لوك ديونج يتفوق فيها على أوباميكانو واللي كان بيميل أكتر عليه لأن الصراع مع شولي كان محسوم، فبمجرد ما يستلم ديونج الكرة كان بيدور على بدري عشان يحصل السبب الأول. بعد مرور 20 دقيقة برشلونة كان قادر يتعامل بشكل جيد مع بايرن، وبالفعل بدأوا كمان بتطبيق الضغط العالي، لكن كان سهل على باير الخروج عن طريق استخدام نوير اللي كان عامل دايما زيادة عددية، ومع سقوط ساني ومولر للوسط واستلامهم لتمريرات نوير بدأ بايرن يلاقي مساحات أكتر. ناجلسمان لاحظ ان فريقه رغم الاستحواذ مش قادر يخترق كتلة برشلونة المتوسطة واللي بتتحول لعميقة، علشان كده أخر الضغط للتلت التاني من الملعب واستخدم كتلة متوسطة ضيقة جدا أكبر بيها برشلونة على التمرير العمودي في الوسط، ومجرد ما يتم التمرير هناك يبدأ الفريق يضغط بقوة أكبر، وبعد ما يقطع الكرة يعتمدوا على سرعات ثانية وموسيالا في اللحظات الانتقالية. في الشوط الثاني بعد استقبال برشلونة للهدف الثاني قرر كومان يغير شكل الفريق من 3-5-2 ل4-3-3، فعمل 4 تبديلات في 7 دقائق، فنزل جافي ديمر مانجويزا وكوتينيو بدل من بوسكيتس روبرتو لوك ديونج وغارسيا،
فكرة كومان كانت تجميع اللعب في الجهة اليمين ونقل الكرة للجهة الشمال واللعب في ظهر بافون علشان يتدخل ناجلسمان فورا بتبديلات كلها مركز بمركز، هرنانديز، جنابري، سابيتزر، كومان، ستانيسيتش، وخرج شولي، موسيالا، مولر، ساني وبافر مع الحفاظ على شكل الفريق. بعد ايام من الفوز في لايبزيج والاقتراب من صدارة البوندسليغا، فناجلسمان بيعيش اسبوع مثالي كفيل بمنحه الثقة المطلوبة ببايرن. اما برشلونة فوضعه غير مبشر تماما، وعلى كومان سرعة التدخل فورا، مع الوضع في الاعتبار طبعا ان منافسه في افضل احواله.